اليوم في اللقاء الثنائي اللي جمعني مع السيد وزير الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية الصين الشعبية، كانت عندنا يعني تبادل ومباحثات جد مهمة فيما يخص المواضيع ديال التعاون بين البلدين في القطاع الفلاحي وكذلك قطاع الصيد البحري وتنمية الأحياء المائية. ووقعنا على مذكرة تفاهم اللي كتضم واللي كتأطر هذا التعاون الخمس سنوات المقبلة إن شاء الله، واللي كتهم مواضيع نتاع السقي والتحكم في المياه ديال الري والسقي والتقنيات ديال يعني اقتصاد في ماء السقي لاجل الانتاج اكثر باقل ما يمكن من كميه المياه، وكذلك توازن سلاسل الانتاج الحيوانيه والنباتيه، وفيما يخص الصيد البحري المحافظه على الثروات يعني البحريه بصفه والصيد اللي يكون عقلاني ومستدام. وهذا الشيء كله كيتطلب يعني تقنيات وتكنولوجيات جديده، وكذلك فيما يخص يعني التأقلم مع المناخ ومع التغيرات المناخيه، واللي هناك تقنيات وكذلك اختيار الانظمه الزراعيه، والبلدين عندهم يعني تجارب واللي غادي تكون تبادل ديالها في اطار ديال هذا التعاون، وهذا الشيء كله في اطار السياسه ديال البلدين لاجل ارساء الاسس ديال الامن الغذائي في هذا يعني السياق ديال التغيرات المناخيه. Tout à l'heure, j'ai eu des échanges avec monsieur le ministre, ce sont des échanges amicaux, et après la réunion, je me suis aperçu que la Chine et le Maroc ont des similarités et des complémentarités. Et après, nous avons signé un mémorandum d'entente, et dans ce cadre, nous allons concevoir des projets concrets pour promouvoir la coopération de l'agriculture et de la pêche entre nos deux pays et pour que cette coopération obtienne des résultats effectifs dans le plus bref délai. Merci.